الآن معنا المبادرة الأخرى، مبادرة مؤسسية، مبادرة إثراء المصممين، الأستاذة فاطمة المحمادي مدربة ومصممة بمجال التصميم الجرافيكي. السلام عليكم أستاذة فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الحقيقة مما أرى من استفادة الناس وانتفاعهم بالجرافيك يعني بأنواعه المختلفة أنا أغبطكم حقيقة، يعني والإنفوغرافيك أيضا، يعني أصبح له أثر كبير جدا جدا عند الناس، فالله يوفقكم وينفع بكم. أستاذة فاطمة، كيف نصنع مبادرة إلكترونية ناجحة؟ أول حاجة رحب فيكم دكتور خالد وأشكركم على الاستضافة في برنامجكم المميز والمبدع. الله يحييك. طبعا نحن في مبادرتنا أو عشان نصنع أي مبادرة ناجحة عندنا عدة عوامل لصناعة المبادرات الإلكترونية الناجحة، منها بنتطرق إلى الخطوات المنهجية للمشاريع الإلكترونية بشكل عام. أول حاجة لازم يكون في تخطيط جيد للمبادرة، بنحلل نقاط القوة والضعف فيها، الفرص والمخاطر للمبادرة وفق منهجية محددة. يعني نحن عندنا أهداف قصيرة المدى وعندنا أهداف طويلة المدى جالسين شغالين عليها. ممتاز. ثاني حاجة، أي مبادرة ناجحة وتكون هي الدافع الأكبر عشان تستمر هذه المبادرة روح الفريق الواحد والعمل الجماعي. ثالث شيء، المحتوى الجيد اللي بيصنع أو بنصنعه بشكل خاص للمستهدفين ضمن اهتمامات هذه الفئة المستهدفة. رابع حاجة، التواصل بشكل دائم في تلبية احتياجات المستهدفين. وخامس شيء وهو الأهم، التجديد. دائما بنحاول التجديد، لأن الفضاء يعني أقول الفضاء مليان، الفضاء وسيع ومجال التصميم الجرافيكي مجال متطور. أي فلا بد يكون جديد باستمرار. لكن والله أستاذ فاطمة أنا أرجع ليش لرقم أربعة. الحقيقة رقم أربعة مهم جدا، الذي لا يتجاوب مع الناس يتركونه، الذي يرد عليهم. واحد قال السلام عليكم يقول عليكم السلام، واحد قال والله رائع شغلكم يقول شكرا. هذه سبحان لها أثر. أنا أشوف الحين بعض الذين يتدخلون معي في بعض حساباتي احيانا اقول شكرا او امين يسوي لها اعجاب. فلا بد ان تكون تعرف ان الناس يحبون ان تكون حاضرا. وفي نصيحه والله قالها لي واحد، يمكن تدخلينها في احدى النقاط اللي ذكرتيها قبل قليل، كن حاضرا باستمرار لا تنقطع. فعلا التواصل بشكل مستمر مع المتدربين حتى بعد انتهاء فتره المبادره. يعني نحن لنا فتره معينه وبننتهي وعندنا جروب بنستمر فيه معاهم، بنتواصل معاهم حتى بعد المبادرة. التواصل هذا بيساعدهم على التطوير، تنمية المهارات، الانخراط في مجال التصميم الجرافيكي. البعض منهم ما شاء الله تبارك الله بيدخل في مجال العمل وبينخرط في مجال العمل، فالتواصل هذا شيء بيسعدنا ويسعدهم. الله يسعدكم يا رب، واللي يسعد الآخرين هو أكثر الناس سعادة. هل لديك إضافة أخرى أستاذة فاطمة؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة أستاذ الدكتور خالد، وأتمنى أني وفقت في تقديم معلومات ناجحة بخصوص المبادرة. أنا أتمنى أستاذ فاطمة تتكرمين وتسجلين هذه النقاط الأربعة وحطي معرفي ومعرف فوح البنات حتى نسوي له احنا رتويت عشان تصل للناس. كانت يعني مداخلتك رائعة جدا ومحددة جدا ومفيدة جدا. شكرا لك.